حومة الفن هنا في قنبيطة. كيما جيت نهار الأول بالشريطة اللي ما درت فيها التاويل أنا بالفيلو وبدلت صنعة. أعطوني التصفيق على الاجتهاد تاعي. أعطيكم الصحة. واش نقول لكم؟ على كل حال المهنة تاع اليوم نورمالمون صبتوها. ها؟ فاطمة؟ الميكرو على بالك. على بالي بيك. صح عمي محمد هكا واش راني نخدم؟ فاكتور ساعي البريد لا؟ لا 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 لا. أنا في الحقيقة راني بدلت المهنة تاعي اليوم. أنا راني وعلاه أنت ضد ساعي البريد؟ لا لا. دوكي مع الناس قلت لي لا 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 لا. أنا نخدم طاكسي فون أون بيلون. طاكسي فون صح. طاكسي فون أون بيلون. كان اللي ما عندوش باش يعيط يعيط لي ونروح ليه باش يعيط. هو جاك ما جا حتى واحد عندي انا بور لو واحد ما بيبالي. انا بيبيلي نعاود لك اذا ما قدرتش تعيط للسيد اللي تعيط له بيبيلي نعاود لك. اعطيني النيميرو انا نهضر معاه واش راك حاب تقول له. تسمى انا نعيط لك ليك وباش انت تعيط له ليه باش هو يعيط لي ولا تعاود تعيط لي انت؟ باش ما تاكلش لي زينيتي وتخلصني. مليحه هذه هي. اما لا باش نقول لكم ما نطولش عليكم. يقول لك يا سعد لي زار وخفف باش ما نكونوش ثقال بيسك هذا وين بدينا. معنا ثلاث مترشحين للنهائي نحيوهم قبل ما يبداو. ونبعث لي زاسامس عمي محمد ده كاش واحد عنده خط ماشي شباب ولا نكتب في بلاصتو انا. مليحه نبعث لي زاسامس نبعث كلش. الله يعطيك الصحه كمال على بالك انت بكري يقول لك كل صباح بصنعة. انت هو او مازال ما شتي والو. صح انا راني يعني حاير من البطاطا يا الله غالب. الله غالب راني هنا في وهران في قنبيطه شوف بعت البطاطا ما شراوهاش. بعت تاع الغرابل ما ياكلوش تاع الداريش وتاع الباكيات. خدمت فيتريي ما يكسروش الزجاج عندهم كاع البليكسي. لا عندك الحق فكرتني في واحد المقوله. اسود من الفحم ونجيب الخبز واللحم. با 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 بلا ما نطول عليكم نخليكم مع اول سكاتش اللي قدموه ربعه افراد تاع الفرقه تاعنا تاع ولاد الحومه الشاطره والنار تطير خويا. نروح كاش واحد يعيط لي ولا كاش ما تسحقي تعيطي فاطمه عيطي لي. هيا حليت وعدي يوم شفت بعيني حليت وعدي. شو 24 تتسمى 7000 راهي ناقصه 1000 فرنك. فريتها انت راك من الاستقلال وانا فريتها يا هذا الخطره صاي. يرحم والديك خلينا من منامات تاعك انت يا خلينا من مناماتك. كيفاش فريتها؟ جاكلين اللي هدرت لك عليها رسلت لي انفيتاسيون من على يامات نسهل ونزيدك التاليه. لا غير ما تزيدش لاخاطش لو كان انت تزيد انا ثاني غادي نزيد. البي خالص من عندها وحوجي انا وحوجي انا المخلوقه شا راهي قارعه لها وشكون اللي راه جاي عندها؟ صاحبي هذه كذبه امبوسيبل نامنها. يا والله ما امنتنيش هذا الخطره تاع الصح. شوف باش نامنك الا قد دير لنا عرس في الحومه هنا ويكون فور. كل شيء مبروك كل شيء مبروك. والكورتاج فاش تديرو في الطوموبيل ولا في الطياره؟ يا ودي المشكل ما راهش تما المشكل راه في الشونتر. شونتر وهذه بحرت لك فيها ها راه عندك كابوتشينو ولا هنايا يا صاحبي بالشاوراي تاعه والله يقلب لك العرس. ماشي في هذه اللي بحرت لي على بالكم شا قال لي؟ قال لي الباطل يبطل شد مد احمد القرد مات. صاحبي كابوتشينو خلي عليا انا يغني بلا مزيته. زعما انا موالف بالعط؟ واه تبلعط انا بلعط انا لا تبلعط سي فري انا بلعط بصح خارج الحدود ماشي في الحومه في قنبيطه. انت بالعوط يا ولدي انت بالعوط ها ما قدينا لك يا ولدي. اسمح لي شو ولا ما نديرش فيك لامان. ما وليتوش ديروا فيا لامانه دوك تشوفوا. الحنه وين نربطوها في قنبيطه ولا في فرنسا؟ ربطينا داك الفم يرحم والديك
عطينا داك الفم ولا مني تجي راسك راني نقول راه الرايحه جايه مع هذا الباركون وتهضر مع الرجاله. ها ما نهضرش. اسمع يا وليدي بالك ما تعرضنيش للصاله. الحاج اقعد في ماتك وعس الناس. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما تعرفش واحد سموه كابوتشينو؟ تخليني منه واحد راك راه تقول لي كابوتشينو. وي اي اميغو راك تحوس على كابوتشينو؟ وي هاوليك كابوتشينو اترياح سلام ارواح اهلا تاع اسمح لي والله غير حطك واحد من الحومه هذه. هذا وين كان قاعد هنا بعد؟ واش تشرب؟ تاي بالنعناع. يو قالك تاي يو بالنعناع ويا عيويا. اسمح لي مي عندك واحد الصوت الله يبارك يخرج الماء كيما نقولوا. انت هو اللي سموه كابوتشينو؟ عظمو ولحمو وشهمو الله يبارك. انا هو الهواري تبريحه. انا الحلم تاعي نخرج قصيطه نطرطق بها الدنيا. هي ما زلت عقل على القصيطات انت؟ رانا في وقت لا هاي تكنولوجي لي سي دي ولي سي اس بي. المهم نغني بصح لازم لي نسمع ونشوف. ياك سمعت انا سموني هواري الرشقه. ايش قلت لي التبريحه؟ صواه صاحبي واه التبريحه تجي مور الرشقه. وانا راني باغي نشوفك فوق السيرسان مع لا سونو مع الاوركست لا ليميير. تقصد عرس؟ الا بغى حتى جنازه انا مهم نسمعك تبرح. الليله كاين عرس. لا بغيت دروك نتلاقاو الليله في الحومه. سامخش حرز ما تجيش خلاص. ها كابوتشينو الشهره وصلتك حتى عندك رأيك. انا تنساناش ياه. ارواح جابك ربي. قول لي العرس خي مازال معول عليه. ها ورانا نزعقو وانا راح نغني لك وبلاش. بطل شوفوا داك البنادم ما سيدي كيتاتا قاع العام يتبدل اصبح طلب له دراهم وكي جاه بوش الغومه هذا قال له بطل سما بلاش. عاش بيه اللي سماه بالعوط ما غلطش. انا لا مشي انت مشي انت صاي كابوتشينو غادي يغني. اه خلاص سرينا سي محمد راك حاسب غير واحد وغني. مادام انا المسؤول تاع العرس تبغي تغني تكح. نكح وين شتا هذه نسلك باش نغني وين صرات اليوم وفي قنبيطه. قلت لها شكون راه جاي؟ ما على بالكش بلي مايكل جاكسون راه جاي يغني. ناسي عجرم ارنولد شوارزنيغر ديكابريو ميسي رونالدو هادو كاع يخلصوا ولا غير صح. واه شحال شحال ميجي جاري مليون معليش مليون وفرات. اه مليون في بزاف في بزاف نورمال جبدهم بالكلاب ولا جبدهم. اسمحي لي يما ابن عمي وكي داروا له خلطوه كاع. ياه هاو ميسي يغني رونالدو يغني ارلوندي يغني هذا بنادم هذا. شوف يا اخي مغندف يا اخي ريبيتي لنا هنايا ودوك نشوفوا كي غادي تخرج. غير 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 تخيل الميكرو تخيل الميكرو راه عندك تخيل. نستناو بالك يجي هواري التبريحه. يا هواري التبريحه كي يسمع التبريح يجي يجري هو بروحه يموت على التبريح. خلاص اي هيا سي 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 دير هاك دير هاك دير هاك. واتي كابوتشينو كيخرج عليه الميكرو. الحمد لله. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. زيدونا تصفيقة على المجموعة على خاطر أداو حاجة مليحة نظن. معنا الراي تاع طونطون حميد
واش نقول؟ قول واش تحب على طونطون. واش نحب نقول؟ صح. فوتنا لحظة يعني متوسطة. كنا حاسبين رايحين يديروا عرس ويكملوا. فينا غالب الحق كنا الحقيقة كنا كنا نستناو في العرس. والله ما حق عليك يا النحس، والله ما حق عليك. والله كنا نستناو في العرس باش نسمعوا حبيبنا يغني. ما حرمنا حرمنا ما حرمنا والله غير حرمنا. احسك رفا هاي هو غير روح اجري على روحك، اجري على روحك شوف طبيب ولا روح كيف ما شفناوش بزاف. و بون معليش مره اخرى ان شاء الله، مره اخرى ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيكم. نقول لكم رانا مازلنا في الطبعه الثالثه تاع كوميديا فن في حومه قنبيطه هنا في وهران، والتنافس بدا يطلع في الـ في الـ كاش نقولوا في الـ في الـ النحس هذا. يا لا اله الا الله محمد رسول الله. بدا يطلع في الـ في الـ في الـ في السسبنس. فوالا نجوزو ديريكت لعند خونا كابوتشينو ونشوفوا واش وجد لنا حاجه جديده. تفيق حار عليه نروحوا له بتاع حبيبي سي بون سي بون ما تصفقوا ما والو انا مروح. انا الغناء كرهته صاي. ايه صاحبي تروح دير البوم تكمل تسجل تسلك زوج ملايين ويزيد يقول لك ليديتور كي تبان نزيد نكمل لك الباقي ولا راني نفليكسيهم لك روح تروح روح. انا سجلت البوم جيت خارج سجلته جيت خارج من استوديو طلعت في البيس ونخمم كيف راح نولي مشهور ونسمع في الاغنيه تاعي هذا وين سجلتها سمعتها في البيس والمشكل وين سمعتها روميكس مع اغنيه اخرى وين يتباع وين يتباع الانترنت اليوتيوب الجرافاج تيليشارجاج الجروباج التفراج كيف راح يتباع الالبوم هذا وكي دير حفله تحسب يجي تحسب تدخل دراهم الغاشي يجي الغاشي بصح يجيو تروا كاتيجوري الكاتيجوري الاولى خمس عباد فرات يسلكوا دوزيام كاتيجوري يدخلوا بلي زانفيتاسيون تروازيام كاتيجوري يدخلوا بالمعرفاسيون تعرفوا المعرفاسيون البوليسي يدخل الفام دو ميناج تدخل لي ميزيسيان يدخلوا والعساس تجي بصوار دكا ما كانش عمي بصواردي بصواردي قلت لك ما كانش نهضر معاك روح تروح ما كانش وكي تدخل الحفله وتلقى لي شونتور اي لي شونتوز الاسماء كيفاه نقدم لكم الشاب طيو قريب نلقى واحد يسميه الشاب طم الاصوات الاسماء تاعهم تقول لهم ما نطاحوا في الكوزينه والاخرين الشابة لولو الشابة سوسو الشابة فوفو فهموني يرحم والديكم هذو اسماء تاع دي زارتيست ولا اسماء تاع دي كانيش بكري شو هذوك الاسماء عيسى جرموني الحاج محمد العنقا احمد وهبي عثمان بالي اعطيونا تصفيق عليهم سي ديجا بار اكزومبل عيسى جرموني ولا محمد العنقا واحد من الاسماء هذو لو كان تكتبوا برك تكتبوا في ورقه صغيره تحطوا فوق الباسكولا يوزن خويا اللي قوي يتحرك اسمه ثقيل ها هو المشكل وين وفي لا فوتو لي شونتور تاع بكري يصور نواري بلون وبفرد بيكساله ماشي درك 3 بيكسل عندهم فرد بيكسل بكري ونواري بلون ويخرج من السرار كاينه ولا ما كانش وفي عينيه يبان طول يشتيك ويغني الكليك وبركة في الالبوم المكياج في الفوتو تاع الالبوم المكياج الضو واش من قش لا فوتو اتش دي ال سي دي بلازما 777 الف بيكساله ويخرج مشنف
يا المزوق من برا وشحالك من الداخل. وكي تروح لي بارول قال شا خالتي مجد الرومي الله يذكرها بالخير كلمات ليست كالكلمات. صدقوني يا خوتي كلمات ليست كالكلمات صح. واحد الشانتر واش يقول عن 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 شانسون يقول فيها عن عن طن طن وين 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 يا صاحبي هادو دي شانتر. على هذه أنا قررت نحبس الغناء بتاتا ونروح حتى يوليو يحترموا الفن ويوليو يحترمونا كجمهور ويعرفوا واش يقولوا ويعرفوا واش يغنيو. خويا الناس خويا الناس أعطيني بوحدة وتي حتى وكلاني قلبي ما نزيدش نغني. أعطيني بوحدة وتي خويا النحس ها النحس أيا ما بين ما يجي. يعطيك الصحة كابوتشينو. بون تعيط النحس جيت أنا ماشي النحسة تخلطوش. أنا راني الله غالب خليت التليفون والفيلو عند واحد قال لي قعدت حتى نعيطوا لك حتى كي راحوا باش فقت باللي داو التليفون راح يعيطوا لي. المهم جيتو تصفيقة حارة على كابوتشينو. نشوفوا مع الشيوخ القرعة جات على الحومة واش كاين. نبداو بعبي محمد عجيمي. ونغني الغربي الوهراني الراي والقلال معاه محاسنه تلهب نيراني وتخلي قليبي مقواه يا ما جلبت من براني نيشان ونشور رواه. اي اي الله رائع سي بون خلاص سي بون مازال اسمع سنو الراي تاع ما راي حتى واحد تاعي الراي تاع هاد الحاجه عباله هايا شوف تامر ولا ثامر ولا تاع علاش الموضوع والله اللي رانا عايشين كل يعني مش غير المغنيين حتى الممثلين يعني رانا في 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 واحد الموقع وين الاشياء هذه تصرى وللاسف فيليش ربع دقائق باش نحكي كل نزيدوا لك لا بلا ما تحكي بلا ما تحكي لي ان هذه المشاكل احنا عايشينهم عايشينه يومين يعني مش حتى تحكي انت يعني الموضوع كان يعطيك الصحه بارك الله فيك اتمنى كل نجاح طنطا حامد حقيقة يعني الموضوع مهم وحساس وكان مكتوب يعني مليح والأداء نتاعك كان يعني في المستوى كنا أنا كنت حاب تتكلم لنا شوية ثانية على هذه الفئة تاع الجمهور اللي يشريوا هذا النوع نتاع أي هذا الشيء هذا باسكو هذو ثاني رامي هما اللي رامي يعني يشاركوا في هذا النوع من عندي الفكرة هذه بصح ما كفانيش الوقت معليش بحال كل حد الناس على بالهم ويعطيك الصحة بارك الله فيك كابوتشينو بارك الله فيك كابوتشينو زدوا لنا الصفيقة على الحكام تاعنا اللي اليوم راهم مزيرين والو اللي ينوض واحد ما على بالو قالك حتى تخلص الحصه باش يكون سسبانس هادي تاع اللي غنوا هادي تاع اللي غنوا كل واحد واش عنده ميول كل واحد واش يسمع كل واحد واش يدوق كل واحد واش كاين واحد السيد عنده ولادو عايشين في فرنسا مزوجين تم وسعه ودراري هذو بداو يكبروا لحقوا 17 18 سنه قالك لازم نجيبهم للبلاد على الاقل يعرفوا الاهل يعرفوا كذا الوغ كي جاو لا بروميير فوا رحبوا بهم داهم العرس في الحومه كاين عرس سيتي لا بروميير فوا وين يحضروا مارياج في السطاح والباش والالي عجبهم الحال كلاو الطعام باللحم عطاو لهم الحلوه سي بيان لي فات اون الجيري سي با كوم اون فرونس لي سالو وسمع واحد يغني جاب توشيه ومن بعد بدا يا ليالي مضت لانا عجبهم الحال عجبهم الحال قالك سي بيون الجيري عام من بعد عام من بعد هذوك الدراري قال لك الحق الصيف لازم نحبطوا للبلاد خاطر عجبتهم البحار و اي با كومباراسيون كان كاين عرس في الحومه زادوا داوهم العرس يا بيان حاروا مني واحد طعام
شريبه طعام وحلوه، قال لك نروحوا نسمعوا الغناء كش ما جيبوا، جابوا شونتير واحد اخر صغير قعدوا يسمعوا يا ليالي، قالوا اونكور هذه تسمى هذه كي قال لك الناس سمعوا اغنيه تديها. كاين بعض القصائد اللي عندهم زوج قرون ثلاثه والناس مازال تسمعهم وتذوقهم ويتعاطوا الفن هذايا، كل واحد ولم النميل. سمع اش دير ما عجبك الحال، نجيب تليفون عيط لك. انا مع طونطون ماكش هنا كاع، انت كاش كنت تشوف السيد مقبل المخرج ما فيه في الميكرو كي تهضر في الميكرو، قال راك معايا انا السيد عنده ربع ايام وقعد هنا راك معايا. ديتني معاك في الغنيه في الغنيه في يا ليالي، معليش هاكا الشفيق على حر على طونطون طونطون حميد. نجوزو للفقره المواليه اللي فيها نظن شكون سامي راح لي اسمه الضيف اللي جانا من 09 31 جا عند بنته سيد زعبرك، بنته رايحه ضيفه عنده خلاص ولا مول الدار. التوفيق حار على حمزه من بليده. جلمة ونطعم جلمة في وسط الليالي مظلمة، هاي جلمة ونطعم جلمة في وسط الليالي مظلمة. صح يلا ويلي يا ويلي، شكون اللي قال البليدي راه خدام في كومبيوتر؟ هي كل شيء بالمكتوب وداخل فيها الزهر، كاين اللي سبحان الله الزهر هو ويا صافي دو زهر هارب هو هارب، وكاين اللي لا. كاين اللي الزهر خوتي الزهر هو هارب منه وجاي موراه كيما انا كيما انا. انا هارب بعدني خطيني خطيني وهو جاي لاصق فيا لاصق فيا الزهر هذا ما بغاش يبعدني. وكاين بزاف راني عبلي قلبهم راح يكلاطي قلبهم يا ابن عمي قلبه يكلاطي، كيفاش الوهراني جاء على سمانه عند بنته ودوكا راهو هنا. هذيك اللي الواحد حير فيها، انا نقنطكم وانا نقتلكم بالغزال. ها يا سيدي صح جيت سمانه عند بنتي والمراه جبها الحال، ولكن المرأة تاعي مربوحة 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 عليا. نهار اللي تزوجت بها يا مات مات باباها. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا ربي. ها والاخرين كاع مزوجين بديارهم قعدت غير هي ديت الدار انايا، هذا ماشي زهر الحمد لله ما نقولش لا لا. ها وتزيدوا تطرطقوا القهوة نتاعي. ها هي سيدي تقول تاع باباها طاها لي الله يحفظنا عليها القهوة تاعك، واش دخلك أنت يا؟ والله العظيم أنا نقول لك القهوة عليه، القهوة والدار كاع نتاعي. سلامت لي نسيبي ياسين لافوكا الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه، مات وخلى لي كلش. أنا مش أنا ما بياش ندي جماعة باكش واحد يقول هذا طماع ولا، أنا والطمع ما نتلاقاوش بصح مع الزهر نتلاقى. نهار اللي ما تنسي بيه غاضوني الذراري مساكن يقعدوا يتاما، قلت نبيع الدار اللي هي نخبيهم في البونكا ونجي نسكن هنايا وصاي قسميات الحمد لله الحمد لله. سبحان الله نحب الشهور كاع رمضان نخاف منه الصباح في الليل، كاينه خدمه في القهوه بصح الصباح ما كان والو نوض نقي الدعوه الحمد لله، ولكن انا نبقى غير في القهوه كان نقي بك صباح ولا كيفاه. وعلاه ما نجيبش انا نحط طويب لهنا زلابيه بوفاريك نستفها هنايا وطويب له منها تاع الشربات. ها و فوالا الدخله هذيك 1 2 3 فيفا لاجيري تحتها جست ندير راس بوزلوف كبير. ها هذاك الراس هذاك الراس بوزلوف يخرج لسانه هكا مالي خرج لسانو ونزيد نخرج له شويه شويه حشيش من نيفو هكا جم 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 يا يمي يا اخويا انا اوي منا انا هذه الحاجه اللي ما نحبهاش في رمضان
الطياب اللي يبدا على الوحده. ياك ما زالت له 6 سوايع يا بن عمي. هذه حريره، هذه حريره حريره بدات وصيفات. نعرفها نعرفها يا يما يا يما. وشنو مخلطه شويه بطاطا بفليو، بطاطا بفليو يا خوتي. تقول كي كنت صغير يما ما كانش تعطيني الحليب، كانت تعطيني الجي تاع بطاطا بفليو. انا سمحوا لي على كل حال، انا تحبوا هضروا ما تهضروش، انا رمضان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إيه دير فيا؟ ماشي كيسيو يغلبني ولا أنا نحب الكوزينة صاي، كنت صغير كان عندنا ذيق تربيت في الكوزينة نحبها، لا هذا ما كان اسمها ما. شوف نهار اللي قرب المغرب أخوتي والطابلة هذيك محطوطة هاك مفرشة. اه وذاك الطبسي تاع بوزلو في الله الله محطوط، تسمعوا شاهد يشاهد. وانا تلمو مربي احسن تربيه، نحب كل طبسي نحط قدامه قرعه جاسوس. ما لازمش ما لازمش، لازم سيدنا رمضان نعطوا له حقه كيما تعطيلوش حقه وكيفاه. انا هذه الحاجه بارك اللي مخيره فيا، وانا اللي نفكر عندي المراه سبحان الله، انا الا طلقتها نطلقها في رمضان. هذه جو سوي سيري سيرتها نطلقها في رمضان. انا نقول لها خدمي لي حبه بوراك قد المسند، وهي تقول لي ياك البوراك يجي صغير. تعرفي كيما كرشي، وبعد تحصل لي في رمضان. رمضان ما دخلوا حب ذيك البوراكه تكون كبيره هكا، ونحط قدامها ربطه قصبر ولا معها فلوس، حطها لها هكاك شغل شابو، ونبدا نخسر هكا. المغرب ينوي اذن المغرب، ونطيح على الشربه هذيك. ما نحبش نوسخ المغارف برك، نحب نعطيها ديريكت. هذا ما كان. انا 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 اسمها نستحفظ عليها، هذا ما كان ماشي قصدي فهم. وندور الشلاضه يا خالتي، يا شلاضه يا شلاضه اي ما شلاضه شلاضه يا خالتي نحبها. نحب الورقه ما تكونش ورقه فوق اختها، يكونوا كرواسي. والطماطيش هذيك مقطعه قلب، والقرن تاع الفلفل هذاك لازم يوقف كل فليشه هكا، والحبه تاع الزيتون لازم تحطها هكا تحطها على يديها.
وحط لها قدامها قرعة كحلة بتخلط لي كولور. نحب المفارية أنا، نحب المفارية لي كولور أنا، ما نحبش نخليهم هكاك. ومن بعد هذاك التبسيط عند الدور ما ملهيه حتى نكون شبعت. إن الله لا يحب المبذرين. أنا ما نحبش التبذير. أنا نقول هما طبسين وغسلوا أنا آخر ما يتغسلوا هي ونعقبوا طريق ملهيه. يا خبتي يا خبتي رمضان هذا ولا غير مليح يا خبت. والخبز هذاك تاع المونيس يا يما، لا تاع المونيس وسكوبيدو يما يا يما. كانت بنتي صغيره خاوتي تحسبوني بربي، كانت بنتي صغيره ونقولها هي فاطره ونقولها بنتي روحي روحي هنا قدامي يا يي بنتي هيي مضغي لي هنا عند وذني تونس مع الماكله اما مضغي. هي تمذغ وانا نصرد، والذراري متليمين وانا عندي ذراري يا لطيف. هو يقول الله اكبر انا نروح نصلي في الجامع، وهم يطيحوا يدوروا على الطباسه تاع الشربه وياكلوا غير اللحم. انا نجي ها ونظل نشري النقل انا ياك ها ونهالي نلحق ما نسيب والو نسيب غير الفريك ولا كيفاه. اي با خفتي وليت نصليها في الدار، نصليها في الدار نعس القطعه تاعي ناكلها. هذه هي خفت انا عند نسيبي هنا ان شاء الله ورث الدار ورث ها ان شاء الله ما تكون شيء يا برك تعرف غير جيب بريفي. الو السلام ورحمه الله وبركاته. البليدي وي شكون معايا؟ النحس. لا حول ولا قوه الا بالله. شكون اللي يطالوا النيميرو جماعه؟ شكون؟ اني نسمع وي عندي ورقه انا لدار الشرع. انا خاطيني مشاكل انا حنوني خاطيني ها مش عليا. نسيبي مات الله يرحمه، الدار ماشي باسمه، مولاها حيديها ها يدي الدار، المراه نخليها ولا نديها؟ تاعها 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 تاعها. انا مانيش خسرت لي النهار. انا هذا كرشي راهي تصفر. انا كيما قال سويلح صح سويلح وغلط يا خبتي. كي قال الكرشي راهي تصفر ذبحوا غير قولوا اه برك. وكرشي راهي تصفر وراني ميت بالشر، غفي سقيني نفطر ما تبقايش تغزري فيا، ما تقولي لي حتى كلمه ويا مرا ويا مرا وذوك تحكمني الغمه. وجيبوا لي دجاجه وبزبدة وتكون مقلية ويا خاوتي نحب البنان جمولة والعصفان. أيام ناشفة اليوم يجي والحومة الكل عارفة. النهار كاين هزة أيام ناشفة اليوم يجي والحومة الكل عارفة. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم. يعطيك الصحة حمزة من بليدة اللي أنا واحد من الناس متعنين. بيناتنا حمزه واحد كيشوفك كما يقولش كاع وكال. انا سمين للداخل. ايه اونكاستري. تبين بلي عندك ليستون ما تبدا هنا تخلص هنا. شو ليستون ما تمشي. ما نحبش ناكل بزاف ماكسيموم ثلاث خبزات طبعا. زيدونا تصفيقه كبيره على حمزه. ونشوفوا راي تاع الشيخ الحومه واش راح يقولوا لنا. بداوا بطونطون حميد. يعطيك الصحه حمزه. الله يسلمك شيخ. الشخصيه هذه اللي خلقتها على كل حال حلوه وتاع الشيخ البليدي هذا يعني صح يعني قمت بها كما يعني قمت بها دخلت فيه يعني ما حتى دوك ما انا ودرتها لنا ما عرفناش تلفتها لنا ما عرفناش قال السن ديالك دروك ما عرفناش لا راك شيخ ولا راك داير هذيك اللحيه ولا راك الباكله كياكل مليح كل انرجي ولا راك صغير ولا راك كبير تيرمون اللي دخلت في الشخصيه هذه يعني نامنوا بها. وبالمناسبه نحيو ناس بليده ونعرفوا بلي الفكاهه كي نهضروا على البليده نتفكروا المرحوم التوري ويعني وهذا شرف ليك وشرف لينا وشرف لكل الناس اللي سيرتو اللي تبعوا الفنانين اللي تبعوا الفكاهه.
ويعني انا عجبتني يعني واش وريت لنا لاباس هذيك الساعه. شوفوا مع الحجه فاطمه حليلو والراي نتاعها. انا نقول لك يعطيك الصحه، اليوم كنت خفيف، كنت ظريف، كنت حكيت لنا شويه على الماكله ولو سخفتنا، حكيت لنا على بوزلوف، جبت لنا كل الاكلات جبتها لنا يعني سخفتنا، يعطيك الصحه. لا انا اليوم شفتك شاطر يعني عالجت ما كنتش، كنت مع الشخصيه يعني شخصيه دوك تغلبت عليك، تغلبت على الشخصيه تاعك الاصليه، ويعطيك الصحه. بارك الله فيك. عمي محمد عجيمي، صار الدار ماهيش انت نسيبك الدواء، ايش ادك تروح على قلبي تحصل في شباك الهواء، ايش ادك تروح للدا اللي ما عندوش الدواء، حطيت لي في قصر قلبي مبني على الغدر قلبي، وخليتني حاير وخليتني طاير وما جبتش خبر قلبي، وبقيت كيف الطير الهايم هايم مديه الهواء. ده هذه ايوه انت يا حاولت بقدر المستطاع باش تجتهد، وانا نشكرك على هذا الاجتهاد. الله يكرمك، بارك الله فيك، يعطيك الصحه حمزه، بارك الله فيك. نبقاو دائما في روح المنافسه، ونظن باللي السسباس راه غير يزيد على خاطر ما بقاوش معنا مترشحين بزاف. لكن قبل هذا نحكي لكم على واحد السيد اللي كيلعب البالون، طري بون جوار يلعب البالون، وشنو قصير ورقيق، كل ما يماركي يثقب الشبك يقطعهم، كل ما يماركي يقطع الشبك. لي جورناليست حاروا فيه، الناس المحللين تاع السبور حاروا السيد، ما عنده حتى حاجه اللي تبين باللي هذا يقدر يقطع شبكه، صح اشاك فوا يماركي يقطع لي فيلي تاع لي بوا. وهضر معاه هنا انترفيو جورناليست، قال بون ماذا بك كيفاش بديت البالون من لعبت؟ السيد لاباس يعني متواضع. قالوا له قلنا وشنو هو السر اشاك فوا ماركي تقطع لي فيلي؟ قالوا ما السر ماشي حاجه كبيره يعني، برك كاش نقول لك، نيماجيني نسيبتي دير جول. واللي يحكوا على اونترينور اللي كانت عنده تري بون ايكيب، ان تري تري بون ايكيب، وعنده جول ما كاش اشاك فوا يخسروا بسبت الحارس تاع المرمى. واحد صاحبو قال له اسمع، علاش ما دي شويه دحوم هذاك عبد النور؟ يطير يا محينك. قال له وين يلعب؟ قال له جستوم هذا جامي يلعب، هذا اللي تديه، هذا اللي يلعبوا كاع ما داروا والو، ادي اللي ما يعرفش يلعب. قال له ودي واش يدير هذا؟ قال روح لك واش يدير. داه المارشي، كي لحق المارشي وراه له، قال له هاوليك اودي صاجي في الدلاع. السيد لتحت يرموا له دلاعه يشدها ويرميها لصاحبه، قال له هذا جامي راطا دلاعه. قالوا هذا ديروا في لي بوا. قال يا ودي قالوا قول لي، انا نقول لك. قالوا كيفاش عندك ماتش؟ قالوا عندنا ماتش السمانه الجايه وماتش باراج. قالوا ديهم ما تخافش. 90 دقيقه وليكيب تاعو الدور ديفونس مليحه، عبد الله ديالنا المينوت طيح واحد لوكازيون ليكيب ليكيب الاخرى ويتيري ولوتير في 90. يشوف كيما يعطوها تاع بك يعطاها بتقميطه اخويا. كان ما عرفوش تقميط هذه تاع بكري كيروح هكا. اي والله تقديم كيما انا خاطري ما ضحك لها السيك جديد. حكمها هكذا غير حكمها طاح كاع صفقوا له رماها اللور. اي تاع مارشي تاع مارشي هذه هي. قال لك اذا اسند الامر لغير اهله فانتظر ساعه. واش راك ما عجبكش الحال واقيل؟ لا واش قلت له؟ واش قالت لك؟ والله غير قالت لي مليحه هذه. انا قلت له والله غير يعرف يحكي كمال يعرف يحكي. استنى يحكم الميكرو. والله صدقني ما كنتش نستنى في الحكايه هذه تاع يرميها اللور، كنت جابها وقاعد يحكم يخدم في الدلع. واش تقول ياك وليدو الصغير ما يديرلوش هكذا، ماش قال ربي لي. لا كان واحد اخر، واحد المراه شعلت النار في باتيمون هكذايا، النار شعلها الناس كاع خرجوا، بقى ولد في عمره 3 سنين ما كانش ما يطلع له، بدا يبكي. داروا له لي بومبي هذاك الفيلي، قالوا له اي ما تخافش. جات يماهم قالت له هبلت ول وليدي يرمي روحه، وليدي خاف. واش نديرو؟ جابوا الكارديان تاع الدلاع. جابوا الكارديان تاع الدلاع. لا اللي جاي تعلم، او خدم واحد 3 ولا 4 ماتش.
قالوا شوف دار لي غون لبس هكذا قال نديروا لي غازو ارتيفيسيال وبدا يدير هكذا قالوا اي روح 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 لولد ما روحوا هذاك الغارديان جاي يجي ويصوتي في السماء وحكموا هكذا غير حكموا دار به الرورات في القاعه كيوقف في السطاد كاع سمع الحومه كاع تصفق رفدوا تيره طلع لي برا لونت راك وحدك يا حاج خلاص نعاودوا نولوا المنافسه باش هكذا نحلوا برك شويه الجو عطنا صفيقه حاره على بالحاج حسين اللي مازال في المنافسه حسين راني مغروم راني نعشق انا وصلت حتى قلت لها انا بحر علي وانت اللاء ما نديرك بعيده المركب تراموين كيما نعرفوا كاع الاستوار تاع تيتانيك استوار فيريتيك انا حكايتي بدات في الحومه صاحبي ما كنتش نهضر معاه على جالها وليت الريح معاه وهاد الخطره مريحين انا وياه حتى طل امه بنعوده دوده دوده اطلع تفطرها المقلوع خلي نغسل المعين اطلع اما على راكي ديري فنش على كارونت ويتحوش راهم يتفرجوا فينا داينه بلي راه صرعتك السمش اطلع تفطرها المقلوع اطلع هذه افير غير تاع سينيال اما هذه افير غير تاع سينيال راكي دير عليها كيما هكا يا خوتي ما جيت ندور راسي حتى نشوف في التضاريس جايه في المشيار زينه في الضحكه باينه بلي حنينه وصلت عندي باغي نهضر لساني ناكد دارت الدوره شتو كريستيانو كيقلع من مربوله شوفيو دارت درت وصلت عندها غادي نبداها لك غادي نبداها لك شوفي انيسه انا هذه ماشي خطره الاولى تاعي اللي راني نشوفك فيها يعجبني فيك الزين والعقل وجامي كيفك انا نلقى وكي نشوفك انت اللي في الزنقه شافت فيا تعمروا عينيها بالدموع كيما تاع ماروكو انتوما رجال خداعين خداعين مالك يا اختي قاري كيش نعرفك انا انتيا بلي سيريوز غادي تشوف بلي خطره الاولى ما عنديش تليفون عندي نيميرو تاع الفيكس اه باش ما نقدبكش اون اتونت هاو هاكا قالت لي وانا كيفاش غادي نعرفك بلي انت سيريو قلت لها غادي تشوفيني خطره الاولى ما غاديش الرونديفو تاعنا الاول ما غاديش نشوف فنسا وا ما تشوفش فيهم خطره الاولى ما تشوفش فيهم خطره الزوجه وتشوف فيهم السيمانه الاخرى انتوما رجال خداعين خداعين قلت لها صح عمركي لي النيميرو تاع الفيكس خلتها لي في 041 قالت لي هاك تليفونك ها راه وين اخويا يشوف فيك الله يسهل عليك انت وياه وجات رايحه يا خوتي خوها ما يكملش يا خوتي غوريلا تاع عرب هو جاي من البعيد والله رت تهز وانا بديت نشهد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وصل عندي لا انا والله زعما شوف انا اختك جات فايته عليا كنت مريح مع بن عوده بن عوده طلع قاعد تمريح في بلاصه بن عوده قال لي لا انا ما جيتكش على هادي انت صاحب بن عوده اه وانت اخو جارة صاحب بن عوده هاو كيما هاك قول لي كيما كان الحال يا اخوتي دارت ليا مغي هي اللي تزوجت بها في الاولى كانت رزينه زادت رزانت هي قفلت 9 شهور العشره شيانت وهاد الخطره خار الصباح نخدم وقفت لي عند الباب حسين غادي تعتب باب الدار نحطها هنا الله يرحم بوك بو قال هذا تحطيه هنا الله ينعش الشيطان شوف ولدي خلينا امور نروحو نخدمو نفيسو شويه تولي الرابعه الوحده والنص الزوج توصل حتى الرابعه زي اللافير كيما كان الحال يا اخوتي انا رحت نخدم العشرة 11 يصوني تليفون الو واه سيبو راني جاي نعمي ولاد تاع دروك ما همشي قادروا 4 شهور تبان له يخرج ما يوصلش كاع للتاسع نعمي انا وصلت
سقسيت الطبيبه قالت لي غادي تروح الشومبره الاولى لا الزوجه لا الثالثه لا الرابعه دور اغوش. وصلت لقيتها متكسله قلت لها وين راه ولدي وين راه ولدي؟ قالت لي لا انا ما جبت ولد جبت بنت. بصح حنا ما تفاهمناش كيما هكا انا دومونديت ولد ها انا دومونديت ولد. شوف ما تزيدنيش هاك ولدك وشوف كي تسميه. وديجا كاينه حاجه اليوم غادي ندومونديها منك خويا اللي قتديه معاك للصاله تاع الحديد باش يسقم لاطاي تاعه الله يرحم بوقا الدوريه. غير قولي لي انا وين تاتريني تحديد وين تاتريني تحديد انا كيما قلت لك اديه معاك للصاله تاع الحديد باش يسقم لاطاي تاعه. اش باغي دير؟ ها سمعت لها جريتها معايا للصاله تاع الحديد الناس قاعد يترينوا ويحروا في الشهر تاعهم هو يدور لي على الصاله. بن عمي هذه سلسله يديروا لها هكا يروح للكورده ارتيك ارتاك ارتيك تا لا 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 اروح اروح محمد اروح اروح. سما الارجيري ماتوا عليها الشهاده بقاو فيها غير قراده. خرج عليها خرج خرج عليها خرج. وهران وهران وحدي الزهرة هجروا منك ناس شطارة. وهران وهران وحدي الزهرة هجروا منك ناس شطارة. بارك الله فيك. كنت حاب نكمل الاغنيه من الله غالب ما حبش حسين. عطنا صفيقه حاره على حسين. حسين اللي راه مازال في لا كومبيتيسيون مترشح وان شاء الله يكون قام بالواجب تاعو كما يلزم. نشوفوا مع طاطا حليلو. ليم طاطا الحاجه ولا ماركو سالكين؟ معليش كيف كيف من عندك انت كي الاحسن. ربي يحفظك. شوف وليدي يعني الموضوع اللي طرقت ليه يعني ما ساعدكش يعني بكل صراحه. ونتفاهم الوضع نتفاهم الوضع اللي انا قدمت موضوع والله يسهل. وش راح نقول لك؟ ربي ينجحك ان شاء الله يا وليدي ان شاء الله. عمو حميد قدمت لنا مسلسل انت بالبدايه من العشق الاولاني تاع الحومة. الحكايه طويله يعني طويله ولو يعني الموضوع مهم يعني صح نعرفوا حكايات كيما هادو. مانيش عارف انا صعب لي باش صعب لي باش نقيمك ولا غير صعب لي باسكو ا مومون دوني كشغل طلقناك كشغل طالت الحكايه وما كانتش حاجه يعني اللي تجلب. طلقتك في وسط الطريق غزت انا شويه. هذا واش نقدر نقول لك في هذه الساعه. بارك الله فيك عمي محمد. بما ان رانا في الباهيه وهران وفي قنبيطه كلماتي الى الجمهور الجزائري وخاصه الى جمهور مدينه وهران. نيشان 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 انا معاكم ديما نيشان مهما يزيد القيل والقال ومهما الظروف واللي كان انا معاكم ديما نيشان. يبقى شملي معاكم متلم لو زاد عذابي ألم يقول اللسان ما فيه عظم والحق راه لابد يبان وأنا معكم ديما نيشان. ما عنده مقضى الغشيم كلامه عاقب كيف الغيم مذلول وقلبه ذميم ما عنده ما ندير له شان وأنا معكم ديما نيشان. الله 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 أرجو هذه في خاطر عمي محمد ساك. يعطيك الصحة والنتيجة في نهاية الحصة بالحاج مشكور. شوف عندي لك حاجة عمو حميدة تبعها تبعها هذه خليها عندك ها شدها ما تطلقهاش ها باش يشوفوا الناس باللي مديتها له شدها ها. شوف هاك مزير عليها زير ها زير احسب معايا واحد زوج ثلاثة نسف عليها اها يا 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 حليتك حميد مازالها عند حميد انا تاعي ما كانش عند عمي محمد. عمي محمد بارك الله فيك هاكا هاكا بوزي لي الدعوة. نعم وين درتها وين ما نقدرش نقول لك والله ما نقدر خاطر شو كان نقول لك بعدا كي نجي لالجي قول لي خي فرشه يا اخي
تبيع ولي ماجيسيان ولا قلال سي بور سا قلت انا ما استقت لي لا فيتري لا خضر نقلبها ماجيسيان ولا سبيسياليتي تاعي نخدم دراهم مليح عمي محمد علاه لا لا لازم تخدم معايا لازم تخدم معايا المهم ها لا لا تاعي حلال لا لا تاعي نعرق عليهم وش بيك ايه عباك راح نخدم دراهم وش بيك جات ديك البريمون اللي جبتها لي غير كيما هيك عاودت لها باش نروحوا كاع كيف كيف الونس عطونا صفيقه حار على الشيخ الحومه من بعد قلت له راحتها والله تولي بيت الف برك هذا انا شاد هاني شاد باش لا لا باش تولي ميتا لازم تسبحها سبع خطرات بالرابيد وسبع برالونتي وتبيتها تحت المخده اللي غادي ترمي دراهم ترمي دراهم اتموسفيقة حارة على ليكيب تاعنا بارك الله فيكم ومازلنا دائما في المنافسة شكون اللي معايا برك طرتي لاباسي باش نسمع المخرج اه مازال معنا دوكاتيك زوج راح يجوزوا يعني اور كومبيتيسيون معنا حمزة و يا او اصبر انا طارت كاع ماشي شي العفسه كاع راهي ف منين مودني طحت مودني ما على بالي ما كنتش نسمع ونزيدو نصفقو تصفيقة كبيرة على تامر وحمزة ديو تاعهم اللي مازال هما دائما في المنافسة لكن ديو هذا راح يقدموه خارج المنافسة تصفيقة كبيرة عليهم هذو اللي يجي يتقهوى يخمجها ويروح استنى سي محمد عندي المفتاح تاع الباب ودخلوا حطوا في الصالون استنى زيد زيد هذاك وحط في الصالون شويه فوق الفوتاي زيد حط فوق لا كوموند هكا لاش راني هنا يرحم والديك من زيد لي بارك الله فيك تما دوك انت تدخل ارمي لي زبل في الدار وما نزيدلكش انايا. لهاش تروح ولا ما تروحش؟ لا لا نروح انا ما نروحش انا. انا نروح دوك نهضروا صح؟ نهضروا نهضروا اهضر وحدك وانتوما الاركاب طيشوني في الزبل ها ما هضرتش وتعلقوا القرش في الحبل والما يقطر عليا وانا نشفدو ها ما هضرتش اهضروا ترا يا ربي يا ربي صبرني يا ربي السلام عليكم محمد اشتركوا بأباس السلام ورحمة الله حات الله حوسوا على واحد ما عندناش واحد يسكن هنا هاك تشابوكينو تشابوكينو فوالا ها تشابوكينو تشابوكينو كابورتشينو كابورتشينو كيف كيف علاه تحوس عليه جبنا له سيفونو كاسيو سيفونو كاسيو قصد كونفوكاسيون هما كيف كيف دعوة دايرها كحلة يا محمد ها جارو اشتكى بيه حنا تاع النظافه علاه يشكيو بواحد يخدم في القهوه ولا واحد يغني لا لا يشكو باللي يرمي زبل ها خويا تعرفوا ما نعرفوش والو ما نعرفوش صح انا نحوس عليها مالا ويشكي بيه لا بوليس صح موح صح خويا كيف سميوك ها سعيد سعيد لابا سعيد لابا ايه ريح ريح صح ريح تشرب حاجه بارده أودي اسمح لي برك على بالك هذا وين حليت راك بيع ها واش شرب يجيب لك قرعه يجي ونجي ها يا روح يا ابن عمي لو كان في قلبي روح جيب القهوه جيب
بارك الله فيك. اقعد اقعد شوف حاجة اشرب بصحتك. صحة. او عيلة هذه بها مخدومة بها شبه اللي جيتها مخمسة. بارك الله فيك. فيك بركة. اما لا انا روح. وين تروح الحاج؟ تشابوكينو نشكي به. ما تحوس عليه ما والو. واش دار هو؟ اشكي به وصاي. يا ولدي بالعقل الحاج. الحاج بغيت نقول لك حاجة. أدر. انا هو كابوتشينو. تا هو كابوتشينو؟ ايه. بصح بن عمي زيت ميز بلا صاحبك. لا 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 سما نقطعها. نقطعها. يلا قطعها. زي جيب لنا حبيبة مين فاي ولا وقطعها تحب كلها كلها. المين فاي صباح. صباح. معليش. سقسيك تشابوكينو هذا. ايه. انت تغني. نغني ايه. هيا غني لي ونسامحك. واش نغني لك؟ جيب لي وحدة. بو انا مدير ستيل جديد الشاوراي. ايه. بصح انت راح نغني لك وحده بيناتنا. اي روح صحه. واحد ما سمعها ما يشاوراي. ها شاورما. ها ها شاوراي هذا ستيل ما تعرفوش انت تاعي انا. ها روح. يا خانيا يا خانيا خاني عنده سبع ولاده واحد فيهم كان نجار وآخر فيهم كان خباز. لا 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 لا. يا خالي يا خالي عنده سبع أولاد. صح صح صح. تعرف تغني؟ لا عجبتني غنية تاعك. ربي عجبتك. تبدا خلني غني معاك. الحاج باش تغني لازم تكون عندك لافوا وتكون عندك القرشومة. عندي سبع حوايج. عندي عندي اللي قلتهم لي عندي. عندي عندي. اسمع تغني. نغني نشطح نغني في الدفينات في رعلة سبع ايام الربعين. يا ولدي انت صاحبي انت. عيدك انت صاحبي انت. هيا نجيب لنا واحدة. هاي صح. نوض 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 نوض. فيها ها؟ فيها شطحة. فيها فيها. كمشد روحك. منين ذاك وخزر باش اكرامي في الارض؟ يا ولدي روح برك. صح. من بعد نلمهم نلحسهم. هيا روح. ونخدم في لاكومين وزبالة ونخلص الشهرية المذبالة وعندي فيغا وليبوط وصندالة الروح الكوميدي فن وجوالة. صحيت يا خالي صحيت. اسمع خيرني. ها خيرني تاع خلاص خلاص الحاج. صوتك ربي يبارك. عجبك. اسمع خلاص لافير هذيك تاع خلاص لافير هذيك خلاص خلاص شتو خلاص لافير هذيك خلصت دوكا. هاي واحد البوندي. هذا واش تحبوا انتوما؟ تحشمش تلتاح خاصك واش طيح انت؟ الزبل رامي هفم. بس والله غير صوتك مليح. خطرة تسني 5000 دتلي تبهدي في الحومة. الحاج. واليوم جايب لي زوج كراكازوز. مزية ما قلتلكش نروح نجيب لك لا بوليس ولي جوندار ما جبت لي دجاجة محمرة هنايا. خلاص والله ما نزيد نعاود. روح ارفد الزبل هذاك خاطر دوك انت ديجا راهي هذيك طويلة عليك شوية. هيا هيا اجري. دوك نروح ميك. هيا اجري. خلاص. هيا اجري. هاني جايب لك القرعة تاعك يا مخلوق هاني جايب لك هاني جايب لك صح صح. الثنائي تاع حمزه وتامر يعطيهم الصحه. حمزه وتامر تفضلوا معنا زوج دقائق برك نسمعوا راي تاع راي يعني هكا يعني والو توجيه. طونطون حامد غير ما سمع ضد الميكرو يعني هضروا الخير. لا لا غير باش يقول بعض من المرات مليح كي نشوفوا هكذا حويجه من هذا النوع وما نديروا فيها حتى تعليق. مليح ثاني شفيقه حاره لا حتى تعليق.
انا الملاحظه اللي عندي يعني لا كان تسمح لي نتكلم تفضلي معليش بيان سور انا نشوف برك يعني انتم كممثلين يعني راكم في البدايه تاعكم علاه شوف المساحه اللي عندكم علاه ما تتحركوش فيها هذيك تتحرك في المساحه هذيك راح تساعدك في الجو راح تساعدك في الشخصيه علاه تبقاو مجمدين هكذا هذاك التجماد راح ما يعاونكش ما يعاون حتى انسان تحركوا يعني كيعود عندك هذا في 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 ديروا ميزون سان وحدكم هو يجيك هو يروح عندكم مساحه عريضه وطويله يعني تقدروا تتحركوا فيها حتى كي تتحرك راح يكون عندك امكانيه تاع اللعب يعني تاع لو جو ويعطيك الصحه بارك الله فيك الصحه عمي محمد كما قالت السيده فاطمه الحركات الجسديه تلعب دور كبير المهم كان تنسيق بيناتكم ونتمنى لكم النجاح ان شاء الله ربي يحفظك بارك الله فيك يعطيكم الصحه تامر بالتوفيق حمزه بالتوفيق ابقوا معنا حتى نهايه الحصه باش نشوفوا النتائج النهائيه تاع كل واحد منهم قبل هذا اعطوني تصفيقه كبيره على الدي جي تاعنا لا 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 هذه يحكوا على واحد السيد ساكن في واحد الدوار بعيد والخدمه قليله وعباك معاناه اما لا هاجر لمدينه كبيره وخدم كي جاب معاه دي كادو للدار يكون باراسال يعني ديك الجهه ما عندهمش كما نقولوا احنا الوسائل كما احنا نشوفوها نعرفوا كلش ولا يعني المنطقه فريمون تاع الصح نائيه نعم كثر من معزوله كثر دا معاه لي زوبجي يعني اللي يقدروا يفرحوا الدار دا معاه مرايه لمرتو ما عندهمش مرايه هما ما يعرفوش مرايه هذه بون دي في سياق الحكايه خاش ما كاش واحد فيكم يعرفش المرايه باش جوست بور باش نرفعوا على روحتينا دا مرايه في كابا دوزان كدا لحق للدار بدا يسرب في كادو اليما لخياتو وعطى المرايه لمرتو مرتو غير شافت المرايه الليل كامل هي تبكي ناض الصباح شافت عجوزتها قالت لها واش بيكي قالت لها وليدك من اللي راح يا كي جاب معاه مراه او وين راهي قالت لها هنا رواحي جبدتها لها من الكابا عطاتها لعجوزتها قالت لها عجوزتها كي شافت روحها قالت لها بو بدلك بهذه قالت لها أروحي نديك عند الشيخ اللي قدامنا هذاك تاع اللي يكتب لهم ساعه العين ساعه الولد كي ما يرقدش قالت نروحوا ليه هو داوها معاهم في محرمه ودخلوا ليه قالت لها فوالا وليدنا هذاك وجا من المدينه وجاب معاه مراه وكانت تشوفها كاش دايره ما تامنش وهي عروستي تبكي ودوك شوفوا كيف نصيبوا الحل لا ذاك الحاج قال والمراه دي وراهي قلت له هنا عطاو له المرايه شاف هو قال ما كان والو غير الشيطان دخل بيناتكم ولا على بالك جينيرالمون واحد مع مرتو ديما يدوز على اشياء لو كان زعما بالمطول هكا كيكون كالم يقول يخ هذه دوزنا عليها ما جاياش اضر واحد تزوج كان يزيد عنده ولد قال مرتو لو كان يزيد عندي ولد ان شاء الله نسميه الطويل غنسميه الطويل قالت له لا 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 لا, لا طويل قالت له نسميه القاصف قال شنو القاصف هذا الكميه نسموه الطويل ونط القيره الطويل القاصف راحوا عند الشيخ تاع اللي كبير في الحومه لو ساج قال له فوالا راني مع المراه تاعي راني داير ديكا انا ديك تبرب ان شاء الله يرزقني بولد حبيت نسميه الطويل تقول له القاصف هو الطويل ونط القيره قدام قال دقيقه انت قلتي الطويل انت قلت الطويل ايه وانت قلتي القاصف سما ما كاش كيفاش نبدا والو قال له قام تاخذوا راي سموه لاستيك وجعدوه كيما تحبوا هاي يعطيكم الصحه باش ما نطولش عليكم نبقاو دائما في جو المرح وهذه المره مع عمل جماعي للاعضاء الفرقه اللي معنا ولاد الحومه وان شاء الله يكونوا في المستوى صفيقه حاره لهم السلام عليكم تعكي راني فرحان اليوم ولا
اي اليوم ماشي كيما كاع الايامات، اليوم سبيسيال. جريت على عمري وعرفت السكري. النحس سي بون راح، ما كان ني نحس ني والو. الهضره كاع كانت تدور في شعري، انا غير بلاطيته النحس راح. صحيح على بالي بلي عليك راهم يخزروا فيا، ما كنتش مأمنين ياك. عليك قال لي ما كنتش مأمن. أصغر طونطون نيجاتيف، أصغر طونطون نيجاتيف مليح. ويتي طونطون نيجاتيف شحال شباب. الحمد لله يا ربي. هذا تاع شعرك مع الله ضماوه. يا النحس راح ذهب ولم يعد. يا حول يا سيسو ويا مالك غطست راسك في قوطي تاع كودرون؟ لا لا دهان مارغارين. ما يبقى في الواد غير الجبال اللي ما يتلاقاوش. كيفاش؟ ما فهمتش. النحس سي بون بصح راح. هذه كذبه لا تؤمن. تتني ماكش مأمن؟ ما نأمنكش. ميز مليح في طونطون نيجاتيف. بعد لا زيد مي ها ميز مليح في طونطون نيجاتيف. ويتي طونطون نيجاتيف شحال شباب. واو ما صرالي والو، ما صرالي والو. الحمد لله يا ربي. النحس راح من الحومه. هذه جماعه اللي قنديروا عليها زرده كبيره وي ونعرضوا شيوخ الحومه. كاين زرده بالك وما تعرضونيش. الناس شعر راهو شباب. مريض مريض الحمد لله. برا من النحس برا. اه ديك الرحمه نورمالمون سي بون. اه سي بون سي بون نورمالمون سي تريكلا. راح عند واحد، راح عند واحد المراه قال لك قطعت له سكي باري قال لك النحس منا راح احصل في مرت البليدي. تما جا لهنا قاع الضيف دا معاه جره ما تربحش كاع. تما ديزانفيكتي ديزانفيكتاوك. بارك الله فيكم، اعطونا تصفيقه حاره على المجموعه هذه. راي برك هكذا خفيف باش نعرفوا برك اسكو تحسنوا ما تحسنوش بعد لو ديرني برايم هذا بعد الاجتهاد تاعهم كذا واش نجم ودي هذا السكتش حشباب. يعطيك الصحة عمي حميد. حاجة والله هي فكرة حلوة ظريفة لطيفة يعني جست بخف وفي النهاية ضحكنا يعني احنا. انا عجبني الحال كي راح النحس بصح ما عجبنيش الحال كي راح للسيدة هذيك. احنا تمنينا لو كان يروح النحس يعني يروح ما يزيدش بدون رجوع. الله اكبر. نتمنى لكم كل نجاح ان شاء الله في ان شاء الله ربي يحفظك يعني. عمي محمد والله انا ضحكت يعني لما النحس انتقل الى الاخت، ولكن ان شاء الله ما نتمناش تكون نحس لان وجهها وسيم. فنتمنى لكم ان شاء الله النجاح الكل. نعم بقاو معايا هنايا، بقاو هكذا في الطرف باش نعيطوا للثلاث مترشحين تاعنا باش نشوفوا شكون في لو ديرني برايم اللي كان الاول اللي كان عنده الحظ اللي بقى دائما في المنافسه. نعيطوا لحمزه وحسين بالحاج وتامر. تفضلوا هنا. تفضلوا هنا. هي على كل حال احنا تعودنا على في النهائي يكونوا زوج، لكن هذه المره عندنا ثلاثه. عندنا ثلاثه والتنافس علينا حيكون شويه صعيب، ولكن هذه هي كاين اللي يربح كاين اللي
ونظن باللي الانسان يتقبل النتيجه تاعو مهما كانت. نشوفوا شكون اللي متحصل على المرتبه الثالثه. نبدا بلو ديرني ميكرو. حاضر. انا تشرفت بهذه المسؤوليه اللي نشوف فيها باللي كهل على عاتقنا. وقبل ما يعني نمد الكلمة الأخيرة نقول باللي المسرح هو فن القضايا الإنسانية العميقة، والممثل الكفؤ هو اللي يؤدي الدور في الرواية أو المسرحية أو الحكاية، يؤديها في شتى أنواع الفنون السمعية والبصرية، يؤديها بروح باش توصل للمتلقي. فالآن ساعة الحسم راهي هنايا. راه من الورقة كاع عندك، واش من الورقة راك تشوف فيها؟ تاع من قبيلة ما نقدرش. الميكرو كي تهضر عمي محمد، الورقة تاع من قبيل ماهيش عندي. اسمح فيا لا. إيه المهم. ما تقوليش الميكرو، أنا نعطيك الورقة. ماهيش عندك؟ ماهيش عندي الورقة. مش عندك تك كاميرا مان؟ لا. راهي هنا، راهي هنا. يا عاود بدل نواظر عمي محمد، علاه درنا هكذا؟ لا نشوف، انا نشوف. حبيبي لا تشوفني انا ماشي ورقه. انا نخاف ندير نواظر، نخاف من نحسي اخي. الله اكبر. هو صافا صافا ان شاء الله. المرتبة الثالثة عمي محمد اتوسل اليك. والله. ما تخليناش نتعصرهم مليح سيسبانس مي قتلتنا. حسن بالحاج. حسين بالحاج او حسين بالحاج تامر. لا الثالثة. المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة حسين بالحاج. اللي تحصل على المرتبة الثالثة حسين بالحاج يبقاو معنا زوج متنافسين اللي هو تامر وحمزة. تامر من باتنا اللي جا الوهران يغني الراي، وحمزه من بليده اللي جا ضيف عند بنته وطول. نشوفوا اسكو اليوم راح يروح من الوهران فرحان ولا راح يروح زعفان. ونفس الشيء لخويا تامر. المرتبه الثانيه. باش نتفاهم. المرتبه نقولوا المرتبه الاولى. لا ما تدخلش روحك، انا على بالي واش كاين. ما اسمح لي عمي محمد. الله يعيشك، انا على بالي. مرتب ما تزهقش. كمان نحبك ونعزك، وعندك واحد الظهور متميز ما شاء الله عليك. ربي يحفظك. ما شاء الله عليك. ربي يحفظك. على بالي. لا لا خطر، هذه راهي مسؤوليه كبيره. ونحيدك منها، نحيدك منها. لا حول ولا قوة الا بالله. انا نمد المرتبة الأولى. معليش يا اخويا. على كل بالحاج 19، والمرتبة الأولى اللي النقاط نتاعها 25 سامر. واو هكذا أحب يقول. المرتبة الثانية كانت لحمزة، والمرتبة الأولى لتامر. وبهذه الفرحة نقول لكم بارك الله فيكم اللي قعدتوا تطيول معنا هذه البرايز. وكما يقول الشاعر يقول محنة الفراق سم لا يداق، ومصعب الفراق على اللي ما داقوا. وحنا نقول لكم بارك الله فيكم، صحة رمضانكم، صحة عيدكم، ويعطيكم الصحة اللي بقيتوا معنا. وتفيقة حارة على اللي جري يبقى معنا، عمي محمد عجيمي، فاطمة حليلو، وعمي حميد رماد. ربي يحفظك. لا 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 ما
but now I hold my